خلونا بقى نذهب. انا معلوماتي بتقول ان هناك بعض اللجان لسه مستمره في العمل رغم امتداد الوقت، لكن يظهر انه في استمرار لعمل اللجان، بعض اللجان الفرعيه. طب نذهب الى غرف عمليات المرشحين ونبدا بغرفه عمليات المرشح الرئاسي مهندس حازم عمر، دكتور زاهر الشقنقيري متحدث باسم الحمله. دكتور زاهر، ما هي يعني تعليقاتكم على اليوم الاول والثاني؟ الحقيقه لا، الانتخابات كانت الامور مشيت بشكل طبيعي، مفيش اي خروقات، الاقبال كان جيد جدا في اليوم الاولاني، اليوم الثاني نفس الكلام، يمكن في بعض المحافظات زادت عن اليوم الاول وبعضها قلت، لكن في المتوسط العام كان نفس الاقبال بشكل جيد. ما الحمله لم تتلقى اي شكاوي او لاحظ اي خروقات، يمكن اللهم ادنا بعض الحالات الفرديه التي لا يمكن اعتبارها شيء يؤثر على سير العمليه الانتخابيه او بيواجه الناخبين او يضغط عليهم او يسبب اي مشكله من المشاكل. يعني توقعاتكم لمرشحكم، انتوا حزب وحزب كبير ومؤثر والعمل الحزبي واضح، هل شايفين ان مرشحكم بيحصل على اصوات؟ توقعاتكم، شايفين مرشحكم هيكون نمره 2 مثلا؟ يعني ماشي، انا عارفه انكم بتتنافسوا على الفوز، لكن انتوا توقعاتكم ايه لمرشحكم؟ والله هو نفس الاجابه اللي بنقولها كده، احنا بنشتغل بجديه وباخلاص في الموضوع، وفي الاخر النتيجه دي بتاعه المواطن. وما حتى الان بغض النظر عن النتيجه، احنا بنين عليها كويس جدا، وان شاء الله يعني هيكون ناتج كويس. طب هنرجع لك تاني، بشكرك شكرا جزيلا دكتور زاهر الشقنقيري متحدث باسم حمله المرشح الرئاسي حازم عمر.